مريم الصديقة، العفيفة الطاهرة، البتول التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى مرتين في رياض الحب. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاها في الزهد والعبادة، جعلها خير نساء العالمين، وصبرت على أذى قومها، وكانت عابدة ناسكة محبة تقية عارفة بالله سبحانه وتعالى، أتاها من الكرامات الظاهرة والباطنة، ووهبها عيسى من غير أن يمسسها بشر. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مريم الصديقة خير نساء العالمين.